طالبة جامعية اختفت بلا أثر. عثر على سيارتها المهجورة في مدينة وعلى أغراضها في مدينة أخرى. كشف قليل من الأوساخ على حذائها مدى مكر رجل. جامعة ولاية ميشيغان هي سابع أكبر الجامعات في الولايات المتحدة، يصل عدد طلابها إلى أكثر من 45,000، ويتم استدعاء الشرطة للتحقيق إن اختفى أحد منهم عن الأنظار. من وقت لآخر تصلنا بلاغات عن مفقودين، وأغلبية البلاغات تكون مزيفة. أحد ما هرب مع أحد آخر أو صديق نسي أن يبلغ أهله، أشياء من هذا القبيل. في تموز يوليو من عام 2000 اختفت ميشيل ساليرنو ذات 26 عاماً وهي طالبة خريجة تدرس علم أمراض النطق واللغة. لم يرها أهلها حين خرجوا للتنزه ولم تكن تجيب على هاتفها. لذا اتصلت بقسم شرطة شرق لانسينغ ليفتشوا شقتها، يمكنهم الذهاب وتفتيشها. ذهبوا إلى هناك ولم يجدوها. كانت تعيش في شقة قريبة من الحرم الجامعي. لم نرى أي أثر لاعتداء على الشقة. بدت كشقة طالبة جامعية. لكنهم وجدوا شيئين مثيرين للشك. كان هناك دليل حول مقبض الباب، وكل شيء يدل على محاولة كسر القفل. كانت هناك أريكة متوسطة الحجم في غرفة المعيشة، وكانت المساند الثلاثة العلوية مفقودة. سيارة ميشيل من نوع بيرغند ستيشن لم تكن في مرآب الشقة. كانت هناك 6 أو 7 وكالات تطبيق قانون، لم يكن معظمها له علاقة بهذه القضية، لكنهم تطوعوا في البحث، كما تطوع مدنيون للمشاركة في البحث، وكذلك اشترك فيه فريق من موظفي الجامعة، واشترك مواطنون سريون. نشرت الشرطة طلباً للبحث عن سيارة ميشيل. عثرت شرطة توليدو أوهايو على بعد 160 كيلومتراً على سيارتها قرب محطة باص، وقد تم حجز تذكرة لها عدة مرات، وهذا دليل على وجودها هناك لفترة. لم يذكر أحد أن ميشيل ساليرنو كانت في السيارة أو قربها. لم نعتقد أنها كانت أخباراً جيدة، فهي لم تكن في السيارة، ولماذا توجد في السيارة في أوهايو؟ هذا لا يعني شيئاً. انفصلت ميشيل ساليرنو عن زوجها دينيس، وحين اختفت كان يعيش في مروج بولينغ أوهايو، وادعى أنه لم يرها لأكثر من أسبوع. آخر شخص معروف رآها كان جارها جيسون. قال إنها ساعدته في توزيع بعض الصحف عدة مرات. كانت مؤخراً تعمل في توزيع صحيفة محلية لكسب بعض المال الإضافي. إن لم أكن مخطئاً كان الدوام يبدأ من الساعة 4 إلى 6 صباحاً. قال جيسون إنه عاد وميشيل إلى البيت حوالي الساعة 6 صباح ذلك اليوم، وكانت تلك آخر مرة يراها فيها. تم اعتبار جيسون كمشتبه به لأنه آخر شخص يراها قبل اختفائها. كان جيسون وميشيل صديقين مقربين، كانت بينهما علاقة لا تتجاوز حد الصداقة، لكنها كانت قوية جدا. بالاعتماد على كل الظروف التي ظهرت في التحقيقات، تمكنا من استثنائه بسرعة كمشتبه به. تأكدنا من كل شيء على بطاقة ميشيل الائتمانية. لم تظهر هذه التحقيقات شيئا. كشف حسابها المصرفي وكل شيء توقف تماما كما اختفت ميشيل، واختفى معها كل شيء يدل عليها. لكن عادة من يختفي يصرف نقوداً، لذا خشي المحققون أن هذا كان له مدى أسوأ.
بعد فترة قصيرة من اختفاء ميشيل، حصلت حادثة مريبة في أوهايو. على بعد بضعة كيلومترات من سيارتها المتروكة، عثر على سائق شاحنة مقتولاً في حمام استراحة على الطريق. كانت الضحية على أرض الحمام، كان مجروح الحلق وكان عارياً، وكانت بعض أغراضه ملقاة على أرض الحمام. كان الرجل لاري ماكلانهان ذو 50 عاماً سائق شاحنة من أوهايو. أظهر بحث عنه أنه قضى وقتاً في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي على ابن أخيه البالغ من العمر 14 عاماً. لم يكن صديقه ورفيقه في السجن سوى دينيس ساليرنو زوج ميشيل ساليرنو الذي هجرها، وقد أمضى وقتاً في السجن بتهمة الاحتيال والسرقة. بعد خروجه من السجن عاش ساليرنو مع ماكلانهان وعائلته، لذا كان على علم. فتح ماكلانهان باب بيته لدينيس وسمح له بالمكوث، وتبين أيضاً أن لاري ودينيس تشاركا العلاقة مع زوجة لاري. قالت زوجة ماكلانهان السابقة إنهم كانوا متورطين بعلاقة جنسية. بيّنت كاميرات مراقبة محطة الشاحنات ماكلانهان يسير باتجاه الحمام مع رجل آخر يحمل حقيبة سوداء كبيرة. بعد نصف ساعة غادر صاحب الحقيبة بدون ماكلانهان. بدأ الرجل بالنسبة للشرطة أنه دينيس ساليرنو. هناك تصوير يبين ساليرنو وهو يدخل مخزناً مغلقاً ومؤمناً. لقد تم التقاط صور واضحة هناك. هل قتلت لاري؟ لماذا أقتله؟ حين أحضرت الشرطة ساليرنو للاستجواب أنكر كل شيء، لكن بعد عدة ساعات غير أقواله. قال إن ماكلانهان اتصل به قبل بضعة أيام واقترح أن يتقابلا في موقف الشاحنات. قال ساليرنو إنه حين وصل هناك اعترف ماكلانهان على حد قوله أنه اعتنى بزوجته ميشيل، فقد كان يعرف أن ساليرنو كانت لديه مشاكل زوجية. قال دينيس: ماذا تعني؟ وأجاب ماكلانهان: اعتنيت بزوجتك. قال له إنه اهتم بمشاكله وطلب منه أن يذهب معه ويخلع ملابسه ويدخل معه للحمام. ادعى ساليرنو أن ماكلانهان لم يعترض على شيء وخشي أن يتم اغتصابه. قال دينيس إنه خاف وسحب سكينا ونخزه من الخلف وطعنه في رقبته. أظن أنه كان يحاول تجميل ما يقول. كان يحاول أن يظهر ماكلانهان على أنه قاتل ميشيل ويخلص نفسه من قضية القتل بادعائه أنه كان يدافع عن نفسه. لكن الشرطة كانت متشككة، فأولاً الدليل المراد لم يدعم ما قاله ساليرنو. لاحظنا لاحقاً أن رقبة ماكلانهان كانت مقطوعة من الأذن للأذن، وكان مقطوع الرأس تقريباً. من الواضح أن ماكلانهان كان موقفه ضعيفاً فحلقه مقطوع من الخلف. كانت هناك آثار تشير أنه دافع عن نفسه ضد الهجوم بالسكين، وهذا الأمر لم يرد في أقوال ساليرنو. اعترف ساليرنو أنه لم يسأل ماكلانهان عن تفاصيل قتل ميشيل. مع ذلك اضطررت لأن أسأل دينيس: هل سألته ماذا فعل معها أو كيف قتلها أو أين هي؟ لم يسأل دينيس أي من هذه الأسئلة. تعرف لماذا نتكلم عن هذا الموضوع وسوف ترشدنا إلى مكان ميشيل؟ وكيف أفعل ذلك؟ لا أعرف أين هي. أخبرتكم بكل ما أعرف، أخبرتكم عن أصدقائها الذين أعرفهم، هذا كل شيء لدي. دينيس، هل أذيت ميشيل بدون قصد؟ لا، لم أفعل، مستحيل. أخذت أنا وزميلي شريط تسجيل دينيس لبعض محققي شرطة ميشيغان، ومن أحد الأشياء التي اكتشفناها أنه لو قتل ميشيل فمن المتوقع أنه دفنها أو أخذها لمكان ما يربطهما معا. هذا ما توصلنا إليه. بينما اعترف ساليرنو بقتل ماكلانهان، أنكر أي علاقة له بقتل ميشيل، لذا كان على المحققين الاعتماد على الدليل العدلي لاكتشاف الحقيقة. ميشيل ساليرنو طالبة خريجة اختفت، ومن المفترض أنها مقتولة.
لقد أتيت إلى هنا لأسألكم إن كنتم تعرفون شيئاً، وأنتم تلومونني على كل. قال زوجها دينيس الذي هجرها للشرطة إن صديقه المفضل لاري ماكلانهان قتلها. وجد شرطي أن هذا غير معقول. حققنا في الأمر ولم نتمكن أبداً من معرفة إذا كان ماكلانهان له علاقة بقتل أو اختفاء ميشيل. على نحو مدهش، وجدت الشرطة سيارة ميشيل متروكة على بعد 15 كيلومتراً فقط من موقف الشاحنات حيث قتل ساليرنو ماكلانهان. عثر المحققون داخل السيارة على بصمة دينيس ساليرنو على نافذة مقعد الراكب. أخذت ميشيل السيارة بعد أن انتقل دينيس من البيت. حقيقة أن أباها أهداها السيارة قللت من احتمال وجود تلك البصمة عليها. بعد ذلك تفحص المحققون أغراض ساليرنو الشخصية. كان لدينيس خزنتا ودائع، واحدة في ميشيغان والأخرى في أوهايو، وفي كلتا الخزنتين كان يحتفظ بكل شيء امتلكه أو حصل عليه في الماضي. كان في داخلهما جهاز كمبيوتر وصور خليعة ومجموعة فتح أقفال وواحدة من رسائل ميشيل التي أرسلتها المحكمة. وجدنا الكثير من وثائق الحماية الشخصية التي طالبت بها ميشيل، والتي لا يجب أن تكون بحوزته مطلقاً إلا إذا دخل شقتها ذات مرة وقام بأخذها. أطالب بحماية شخصية من زوجي، أخشى على نفسي منه لأنه وخلال فترة زواجنا كان يسيء إلي من الناحية الجسدية والعقلية. أرسلت رسالة إلى عالم بالأمور الجنائية غريغ ميتشاود الذي رشها بمادة إنهيدرين. هذه مادة كيميائية نستعملها لتتفاعل مع البصمة التي تم العثور عليها. حين تتفاعل تصبح البصمة واضحة بلون بنفسجي. على هذه الورقة وجد ميتشاود بصمتين لشخصين مختلفين. كان هناك بصمتان لكفين تعودان لدينيس وثلاث بصمات أصابع لميشيل. يظن المحققون أن دينيس سرق هذه الرسالة من شقة ميشيل. كتبت الرسالة قبل وفاتها بليلة. لم يكن دينيس مقيماً معها، وليس من سبب يبرر وجود بصمته على تلك الرسالة. لكن دينيس ساليرنو واصل إنكار أنه قتل زوجته المهجورة ميشيل، وأصر أن صديقه لاري ماكلانهان هو الذي فعل. إنه عذر ذكي أن تتهم أحداً ميتاً بالقتل، لأنك تستطيع أن تلقي بكل شيء عليه، وهو ميت لا يستطيع التكلم، لا يستطيع الدفاع عن نفسه. قبض عليه بتهمة قتل ماكلانهان، وكان المدعون يفكرون بإصدار حكم بالموت ضده، ووصلنا لاتفاقية. إن أخبرنا عن مكان الجثة فلن نذكر تلك المعلومة في المحاكمة ضده، وسيحاول مدعو أوهايو تخفيف الحكم عليه ليسجن 20 سنة بتهمة قتل ماكلانهان. لذا وافق ساليرنو وأخبر المحققين بمكان جثة ميشيل. قال لنا أن لاري ماكلانهان أخبره أنه دفن ميشيل على قمة مرتفع القمامة هذا، وكان يبعد مسافة لا بأس بها، كانت المنطقة كبيرة. بعد عدة أيام من البحث وجد المحققون أخيراً جثة امرأة كانوا بحاجة لطريقة يعرفون بها هويتها. اتصلت بي والدة ميشيل وسألتني إن كانت إحدى أسنان ابنتها مفيدة لنا، لذا أعطتنا إحدى أسنانها وهي صغيرة، وكان ما زال عليها ما يكفي من الكنز لأخذ عينة من أجل الفحص النووي. أكد الحمض النووي أن الجثة كانت هي ميشيل ساليرنو، وقد تم خنقها حتى الموت. كان هناك عيب في العظم اللامي، وهي العظمة الثالثة من عظام الحلق، وهذا دليل جيد على أن الخنق كان هدفه القتل. تشعر وكأن عبئاً ثقيلاً ذهب عن كاهليك حين وجدناها أخيراً، ثم كما تعلم ما كنا نأمل بالوصول إليه سيكون مدمراً. اقتنع المحققون أن دينيس ساليرنو كان متورطاً في قتل ميشيل، خصوصاً حين وجدوا مجموعة فتح أقفال في مكانه وزوجاً من الحذاء مغطى بالطين في خزانته.
بقيت هذه عالقة لأنه تم لفها في حصيرة داخل سيارة. كان المحقق كويك مسؤولاً عن تتبع دليل الأثر. في ذلك الوقت اتصلت بأستاذ في جامعة ميشيغان، نحن نسميه الدكتور القذر. الدكتور القذر هو توم فوغل، وهو بروفيسور في العلوم الجيولوجية. إنهم يسمونني الدكتور الصعب. لكنه قال إن نتائجه قد تكون مدمرة لتحقيقاتنا، فإن كانت عامة قد يمنح هذا دينيس ساليرنو عذراً طالما لم يكن هناك، وكان هذا معقولاً. أخذ فوغل عينات من حذاء ساليرنو وجثة ميشيل، وضع كل منهما على مسحوق ناعم، ثم عرضهما لدرجة حرارة 1000 مئوية، فعل نفس الشيء بعينة الطين من موقع النفايات، وهذه كانت الأكثر تميزاً. لم أرى شيئاً كهذا في حياتي من قبل. حين أعاد المواد لي، هذه تربة غير عادية. كانت التربة تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن كالنيكل والزنك ومعادن أخرى، وهذا شيء غريب أن تجده داخل تربة كهذه. على نحو مدهش طابق الطين على حذاء ساليرنو الطين الموجود على جثة ميشيل، ولم يكن الطين من موقع النفايات. تم نقل تلك الجثة، حتماً تم دفنها في مكان ما أولاً، والتربة التي كانت عالقة بها لا تحتوي أبداً على هذه العناصر الثقيلة. هذا يعني أن جثة ميشيل تم دفنها سابقاً في مكان آخر، وأن دينيس هو من فعل ذلك. كانت التربة هي نفسها الموجودة على عجلات سيارة ميشيل. هذا الدليل أشار إليه بإصبع الاتهام، وذلك بفضل دليل الأثر، وتبين أنه متورط في دفن زوجته. يقول أصدقاء لميشيل ودينيس ساليرنو إن علاقتهما لم تكن جيدة منذ البداية. هربا بعد أن تعرفا على بعضهما بشهر فقط، وكان والدا ميشيل خائفين عليها. كنت أريد معرفة المزيد عن دينيس، فنحن لا نعرف إلا القليل عنه، لذا عينت محققاً سرياً، وقد كشف لنا عن ماضيه الإجرامي، وما عرفته كان صدمة أكثر بالنسبة لي من زواجها به، كنت منزعجة جداً. حين عرفت ميشيل بماضي زوجها الإجرامي، طلبت الطلاق. اكتشفت أنه كان شاذاً جنسياً وأنه كان في السجن، وكان بينهما عدة خلافات، منها أنه قد يتأذى أحد، إما هي أو هو، ولذلك فضلت الطلاق. مع أن دينيس وميشيل عاشا منفصلين، إلا أنها خشيت على نفسها منه. أظهر الدليل الشرعي أن دينيس دخل شقة ميشيل بينما كانت في العمل، ربما ليأخذ بعضا من حاجياته، وعثر على أمر الحماية التي خططت لتقديمه ضده، ولذلك استشاط غضبا. حين عادت من عملها في توصيل الصحف، خنقها حتى الموت. لا أحد يعرف كيف أخرج جثتها ووضعها في سيارتها وأين دفنها أول مرة، لكن الطين الموجود على حذاء ساليرنو طابق الطين على جثتها. بعد ذلك نقل جثتها إلى موقع النفايات في أوهايو، ثم ترك سيارتها مخلفاً بصمة إصبعه على النافذة. ليخفي آثاره احتاج ساليرنو لأحد يلقي اللوم عليه في قتل ميشيل، واختار صديقه القديم في السجن لاري ماكلانهان، خدعه وأحضره لموقف الشاحنات وذبحه.
كان دينيس يحاول إلصاق تهمة قتل زوجته بماكلانهام، بينما وبعد ذلك انكشفت الحقيقة، وهي أن دينيس عرف تماماً أين دفنت ميشيل، والحذاء الذي وجد في خزانة دينيس والتربة عليه كانا مطابقين تماماً لنفس عينة التربة على جثة ميشيل، وهذا قادنا إلى معرفة القاتل. تذرع دينيس سليرنو بأنه مذنب بقتل لاري ماكلانهام، لكنه ليس كذلك في قضية ميشيل، لكنه كان متهماً في كلتا القضيتين، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بدون إطلاق سراح. لسنا مضطرين لإثبات الدافع بل لإثبات سبب الوفاة، وهذا ما فعله دينيس سليرنو، وكان الدليل رائعاً حين نظرنا للأمر برمته. أثبت الدليل الشرعي وثائق ميشيل المتعلقة بمحاكمة دينيس، لكن الدليل الأكثر استثنائية كان علم الجيولوجيا الجنائي. الدليل الذي أدانه كان الطين، كانت نوعية استثنائية من الطين كما وصفها العلماء في هذه القضية. كيف وصلت إلى حذائه وجثتها؟ وهذا ما يثبت أنه كان يدفنها. بدون عينات التربة لم نكن سنستطيع اتهام دينيس بالقتل. بفضل عينات التربة هذه وحدها لن يتمكن من الإنكار، لأن هذا حذاؤه، وعينة التربة تلك كانت الجزء الأكبر في قضيتنا. حين عرفت أنه سيمضي بقية حياته في السجن قلت حمداً لله، الآن وأخيراً حصلت ميشيل على العدالة.